الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم
ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم صدق الله.